الطبخة نفس الإشي يعني أبوي علمنا الاثنين وعشان الإشارة أنا وياه عشان ربينا مع بعض وإن عمر مع بعض تعودنا على بعض. وبعدين يعني في أشياء شو اسمه أو كذا بيعرفوا برضو. أنا بقول مثلاً علوا شوي نزلوا شوي هذا بيعرفوا هذا الشيء. في عنا عروس خلاص بقول هيك يعني في عنا عروس مثلاً 60 ربطة خلاص هيك 60 ربطة معروف 80 ربطة كذا. ثالث شيء أهم شيء إنهم أولاد كلهم إيش مثلاً 100 ربطة خبز. هذول كانوا أنا هربت منهم ليش كانوا بيباتوا في إسرائيل. أنا هسا إذا العامل يوم يوم بيجي بده يروح بده يروح على شغله ويرجع على بيته طبعاً الصبح بياخذ خبز من عندي. كان إحنا طولنا المشروع هذا بس عشان أجت فترة الكورونا ما صارش مجال إنه نطول.